ملعوبة حيل، يطلع بيان عن كتلة اسمها تحالف القيادة. من يضم هذا التحالف؟ هذا التحالف يضم تقدم وقائده الحلبوسي والسيادة وقائده القنجر. البيان يحمل توقيع كل من الحلبوسي والقنجر، ويقول اجتمع أعضاء الكتلتين تحالف القيادة وهم الممثل الأكبر للمكون السياسي أو المكون السني بالبرلمان حسب البيان، وقرروا تخويل الخنجر والحلبوسي صلاحية اختيار بديلا للأخير لرئاسة البرلمان. بس ترى الجماعة مبينين البيان بأنه الخيار وفق الاستحقاق. وشنو هذا الكلام؟ أكيد نزل كالصاعقة على رؤوس الساعين لإقالته، منهم قال على جفتي، ومنهم قال هذا ترسيخ لمفهوم جديد اسم البرلمان العميق على غرار مصطلح الدولة العميقة، ومنهم اللي قال سابقة لا يمكن السكوت عنها مثل قتيبة الجبوري اللي عبر عن غضبه من البيان وحطه بخانة حوار الطرشان. فلا تقدم حاسمة ولا الحسم سيتقدم بتمرير هذا المشروع خطوة واحدة مع معارضة الأطراف الشيعية والسنية الأخرى. النواب قتيبة الجبوري صرح بالقول أنه 6 من نواب تقدم يجري التفاوض معهم على الانشقاق عنه. زين، شنو طبيعة محتوى المفاوضات؟ الجمهوري ما قال، وأنا ما أعتقد راح يقول. بس على فكرة ردة فعل ليث الدريمي كانت متفردة، لأنه بنفسه نشر بيان تكليف الحلبوسي باختيار بديلة، نشره على تويتر أو منصة أكس حاليا، مسفوعا بتغريدة بلهجة ممزوجة بالمرارة قال بيها إنه مزور بأمر القضاء. فكيف للممثلي الشعب من نواب الكتل السنية أن يفوضوا مزورا لاختيار رئيس للبرلمان؟ طبعا هذا الكلام يعود للسيد ليث الدريمي. وعلى فكرة قياسا للمدة المتبقية من عمر البرلمان وما يجري من حوار الطرشان حول مستقبل رئاسة البرلمان، حيث لا يسمع طرف من طرف، فإن السالفة مكيسة. وأن حذر البعض من ظاهرة البرلمان العميق، ما أدري، وكأنه البرلمان العراقي قبلها وقبلها وقبلها كان برلمان جمهورية أفلاطون الفاضلة.